حضراتكم مرة تانية. حاجة نفتخر بها ونفرح انه نكون حتى ولو جزء بسيط من النادي الاهلي، لكن مش علي معلول. انا نشكر كل اللاعبين اللي موجودين اللي مديني الدعم الكامل والحب الكامل اني اكون موجود وسطهم. الحمد لله نشكرهم برشا على الاجواء اللي كانت موجوده من طيله المعسكر هذا. ان شاء الله ديما يكون علي معلول عند حسن الظن. ان شاء الله حضرنا للمقابله في اجواء باهيه، عملنا شوط اول ممتاز، لكن دخلنا شويه في الاستسهال بعد الهدف الثاني اللي خلانا نقبلوا هدف في اخر الشوط الاول. بدايه الشوط الثاني ما كانتش ممتازه، لكن الحمد لله شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي كانت موجوده اليوم. قعدنا للاخر دقيقه من المقابله مركزين وقدرنا نسجلوا 4 اهداف. الحمد لله على الاهداف اللي تسجلت اليوم، لكن مش علي معلول للقاء برك. فما لاعبين النادي الاهلي كلهم قاده وكلهم لاعبين كبار وكلهم عندهم شخصيه اللي تخليهم يكونوا موجودين في نادي كبير كما نادي الاهلي. نشكرهم على الاداء وعلى الروح اللي كانت موجوده، والف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مره اخرى. جمهور النادي الاهلي عودنا في كل مسابقه عالميه او افريقيه يكون موجود باعداد كبيره ويكون هو السند للاعبين، هو اللاعب رقم واحد. هذا اللي تعودنا عليه من جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نكونوا فرحناهم. وان شاء الله قدامنا تو الوقت ان شاء الله باش نحضروا السوبر المصري، ان شاء الله نتوجوا به باش نكملوا ان شاء الله السنه هذه على خير ان شاء الله.